لقد أثر الإسلام على الأرواح قبل العقول، مما أنتج للبشرية جمعاء تراثاً يحمل فناً وعبقرية في العمارة والصناعة والتجارة والعلوم. وقد اتخذ منه الغرب الطريق إلى ما وصل إليه الآن من تطور. واليوم نعود معاً إلى زمن الفن الجميل لنشاهد ما كان من فن إسلامي. كان للأبواب عند المسلمين دور رئيسي في الحماية والتميز والتحكم في الصادر والوارد من المدن، كما كانت سمة هذا العصر، ولكنها أخذت شكلاً جديداً ومعناً مختلفاً بفضلهم، فأصبحت فناً قائماً بحد ذاته في صناعتها، وقد تفردنا به تفرداً بهر الإنسانية كلها حتى اليوم. وها نحن هنا حول أبواب القدس العتيقة. باب العمود يقع في منتصف السور الشمالي للمدينة، أقيم على أنقاض باب يعود إلى العهد الصليبي. تعلو هذا الباب قوس مستديرة بين برجين، ويطلق عليه أيضاً باب دمشق لارتباطه بانطلاق القوافل الذاهبة إلى دمشق منه. الساهرة يقع على بعد نصف كيلو متر شرقي باب العمود إلى الجانب الشمالي لسور القدس، بسيط في شكله لكنه عميق في دلالته المعمارية، ويعرف أيضاً باسم باب هيرودوتس. الأسباط يشبه في شكله باب الساهرة، ويقع في الحائط الشرقي للمدينة، وقد أطلقت عليه عدة أسماء، منها باب القديس ستيفان وباب الأسود، نسبة إلى تمثالي الأسدين اللذين على جانبيه. المغاربة يعتبر أصغر أبواب القدس من ناحية الحجم، وهو عبارة عن قوس قائم ضمن برج مربع يقع على الحائط الجنوبي للمدينة. باب النبي داود اتخذ اسمه من كونه كان ولا يزال يوصل إلى مقام النبي داود، الذي هو مجمع معماري كبير يشكل تراثاً مشتركاً لمعتنق الديانات السماوية الثلاث. باب الخليل يسمى أيضاً بباب يافا، وموقعه على الحائط الغربي للسور. باب الحديد يقع على بعد كيلو متر غربي باب العمود في الجانب الشمالي للسور. إنه الدين الإسلامي الذي يشكل تسامحه وفنه برهانين وشاهدين كل يوم على تسامحه ومحبته للأديان الأخرى. المثال هنا تجسده أبواب القدس التي تعاقبت عليها أجيال المسلمين الذين أخذوا عهداً على أنفسهم بحماية مدينتهم وتزيينها بتلك الأبواب المصنوعة بفن يكافح جماله الزمن.